استفادة التلاميذ من هذه العملية ربما إذا شفتوا في البروغرام عندنا 750 ميل من الأسلاك الثلاث اللي غادي يشاركوا في ورشة كينوشا ديال 250 ميل في الابتدائي ورشة ديال 250 ميل في الإعدادي ورشة ديال 250 ميل في التأهيلي بمناسبة 250 ميل وحنا شكلنا على مستوى النيابة بالمسافة مع المؤسسة واحد الفريق فيه مفتشين ديال المواد العلمية و الأطر ديالنا ديال النيابة اللي كتشتغل في التنشيط التربوي حنا الآن بصدد اختيار التلاميذ اللي غادي يشاركوا لنا في الخطوط الابتدائية ديال المؤسسات التعليمية كلها اللي عندنا في الإقليم بالإضافة بطبيعة الحال أنه المعرض مفتوح للجميع وغادي يكون في المعرض كذلك من الشروحات ديالهم. بطبيعة الحال هذه كانت تجربة أولى. هذه البداية. لا بد أن أقطع التراث كما الفيلا ولكن اللي مهم هو أنه هذا العمل أنا شخصيا كنت واثق فيه من النهار الأول وهذا الإخوة اللي راهم كيتحدثوا الآن عرفتوا معايا الموضوع بعد 6 شهور في دورة المستشارين. بعد 6 شهور وحنا كنشتغل على الموضوع. Thank you.